ازيكم يا جماعه؟ معاكم اسلام حسن وحلقه جديده من برنامج كلام في الكوره وقرعه دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج. يلا يا عم مش حارمك من حاجه، بس لو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه، تفعل جرس التنبيهات، تدوس لايك، لايكات كتير جدا، عايز لايكات 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 لايكات، شجعونا وحمسونا. والناس اللي مش بيوصل لها النوتيفيكيشن، لان في ناس بعتت لي امبارح قالت لي احنا بيوصل لنا النوتيفيكيشن، وفي ناس برضو بعتت لي قالت لي احنا ما بيوصلناش النوتيفيكيشن، فرجاء تعمل لايكات كتير لكل الفيديوهات واعمل كومنتات واستفسارات، اكتب كل اللي في قلبك وانا هرد عليك ان شاء الله. تكتب تقول لي بحبك، اكتب اللي انت عايزه، انا معاك وهرد على كل استفساراتك وكل حاجه. قرعه اليوروبا ليج بقى شبه القرعه بتاعتنا، مين اللي توقع النهائي بتاع السنه اللي فاتت يتكرر تاني السنه دي؟ مش كان احنا حلقه امبارح، روح شوفها هتلاقيها موجوده اخر حلقه نزلت. بس تعالوا بقى كده نشوف رد فعلنا على القرعه الجميله دي. نبدا باليوروبا ليج ولا الشامبيونز ليج؟ انتوا حابين ايه؟ خلينا نبدا بالسخن الاول ولا اقول لكم نبدا باليوروبا ليج؟ ربع النهائي غرناطه مانشستر يونايتد. طيب هتقول لي انا مش متابع الدوري الاسباني، هقول لك والله بص يا غرناطه ماشيه معاها زبادي في اليوروبا ليج، بس ايه حوار بقى ذهاب وعوده؟ لا طبعا مانشستر يونايتد يعدي وش يعني. اياكس روما، اياكس احنا ما بنشوفهاش غير في دوري ابطال اوروبا، فاكرين بقى تنهاج بقى وحكيم زياش وتاديتش ونيريس والناس الحلوه دي. حكيم زياش راح تشيلسي، نيريس لسه موجود، بص القائمه الاساسي غالبا لسه موجود، معاك طبعا فان دي بيك طلع وحكيم زياش والكلام ده كله، بس الراس نفسها العقل المدبر تنهاج لسه موجود، المدير الفني. مع روما، روما متذبذبه جدا، صعدت بشق الانفس. تقول لي توقعك ايه في المباريتين دول؟ اقول لك والله اتوقع اياكس هو اللي يصعد. الناحيه الثانيه بقى في ربع النهائي برضو، دينامو زغرب وفياريال. طبعا دينامو زغرب عمل ريمونتادا عظيمه على توتنهام في الماتش اللي فات، كان مغلوب 2-0 في انجلترا، كسب 3-0 في كرواتيا بعد 2-0 ولعب وقت اضافي جابوا الجون الثالث، صعدوا من على حساب توتنهام، فطبعا صعودهم ده يديهم حماس ان هم ممكن يكسبوا فياريال. انا من وجهه نظري 50-50، انا شايف ان 50-50 بسبب الريمونتادا اللي عملوها على توتنهام، لولا كده يعني كنت هقول فياريال. اخر شق بقى واخر ناحيه في اليوروبا ليج، ارسنال سلافيا براغ. لا انا بقول لك ارسنال من دلوقتي اهو، وربنا يستر وارسنال ما يكسفنيش. نخش بقى على المعجنه، دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليج. اول طرف في ربع النهائي مانشستر سيتي بروسيا دورتموند. والله في ظل المفاجآت بتاعت مانشستر سيتي وان هو على طول بيطلع من الدور ده، ف ممكن نشوف مفاجأة ولا مش ممكن؟ عايز وجهة نظري؟ هقول لك لا، مانشستر سيتي هيصعد على حساب بروسيا دورتموند. قول لي انت رأيك، قول لي رأيك ايه، انا عايز تقولوا لي رأيكم في قرعة الشامبيونز ليج، قولوا لي مين اللي هيصعد فيها من كل ماتش. النهائي نفس السكة بقى، يعني لو مانشستر سيتي صعد هيقابل بقى الكسبان من مين؟ الكسبان من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. اوبا. طيب بايرن ميونخ على الصعيد المحلي وضعه مش واو، مش السفاح اللي بياكل صحابه، مش اللي هو يخوف، لا بالعكس على فكرة على الصعيد المحلي عادي. القصة اللي هي من قبل كأس العالم دي لما كان بيكسب أربعات وخمسات ومش عارف إيه، بعد كأس العالم الوضع بقى مختلف، بقى فريق مستأنس. في بعض الاقاويل طالعه من المانيا بتقول ان في مشاكل ما بين هانز فليك والاداره، بل بالعكس التقارير دي تم تصعيدها لدرجه ان في اشاعات ظهرت امبارح بتقول ان هانز فليك قدم استقالته رسمي، بس هي لحد دلوقتي مفيش اي اخبار رسميه. فهل المشاكل دي ممكن تاثر على بايرن ميونخ ونشوف رد فعل لباريس سان جيرمان ونشوف ان هم عايزين يعوضوا ويثأروا من خسارتهم لنهائي الموسم اللي فات؟ والله برضو هقول لك بحكم الخبرة الأوروبية أتوقع صعود بايرن ميونخ من المباراة دي. بورتو تشيلسي، بورتو فريق مكافح، فريق قدر يخرج مين؟ قدر يخرج واحد من عتاولة الشامبيونز ليج يوفنتوس بقيادة مين؟ كريستيانو رونالدو. سيبك من بيرلو، أكيد ما أقصدش القيادة الفنية، أقصد صاحب الشامبيونز ليج. عارف انت لما تيجي تقول لك ايه ده صاحب السيما او ده صاحب الكوره، هو بقى كريستيانو رونالدو ده صاحب الشامبيونز ليج، فخرجوهم. هل دي يديهم افضليه قدام تشيلسي؟
والله لو كان مع لامبارد كنت هقول لك 50 50، مع توماس توخيل لا، صعود لتشيلسي، تشيلسي في قبل النهائي انا متوقع كده. ليفربول ريال مدريد او ريال مدريد ليفربول، احنا بنتكلم يعني الماتش الاولاني هيكون على ارضه، الماتش الاولاني هيكون في اسبانيا. بص انا متوقع من وجهة نظري ان ليفربول اللي هيصعد، بس لو ريال مدريد فاز على ارضه في البدايه فوز مريح، مش مقصودش فوز مريح اللي هو مثلا ايه 5-6، لا انا اقصد فوز مريح اللي هو ايه 2-0 3-1، بس حتى 3-1 دي مش قوي يعني 2-0. انا شايف ان ريال مدريد لو كسب 2-0 في اسبانيا هيقدر يصعد من المباراه دي، بس المباراه الاولى في اسبانيا لو خرجت 1-0 لريال مدريد او بتعادل، انا بقول لك ليفربول في نص النهائي. دي توقعاتي لدوري ابطال اوروبا. وبما اني توقعت ان مانشستر سيتي هيقابل بايرن ميونخ في قبل النهائي، وطبعا دي هتكون مباراه تكسير عظام، وان تشيلسي هيقابل ليفربول في قبل النهائي، فانا توقعي في طرفي النهائي هما، ما تستغربش، ليفربول مانشستر سيتي. ده توقعي، واكتبوا لي قولوا لي ايه هي توقعاتكم، ومستني استفساراتكم، ومستني اي كومنتات انتوا عايزينها في الكومنتات. ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات وتوصلك الفيديو، لو مش عاجبك دوس ديسلايك، بس انزل في الكومنتات قول لي انت دوس ديسلايك ليه عشان نطور من نفسنا ونرضيك فيما هو قادم. في النهايه كان معاكم اسلام حسن، اشوفكم في حلقه جديده، سلام.